بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله طبختنا لهذا اليوم تمن أصفر بحشوة جدا سهلة وبسيطة بس بطعم كلش طيب، ويا سمك مشوي بالفرن بطريقة صحية. طبعا أنا سويت سمك زبادي، بس هي هاي التتبيلة ترهم لجميع أنواع الأسماك. هسا إن شاء الله خلي نشوف المواد المطلوبة لتحضير هاي الوصفة. هنا أنا عندي سمك أنا من الليل مالح غاسلته ومالحته. طبعا هاي كل أنواع الأسماك هيجي تسوينها، تغسليها وتملحيها وتخليها الثاني يوم. هسه راح اغسله ونشوف باقي الخطوات. هاي بعد ما غسلته ونشفته خليته على صينية الفرن، فرشت عليها ورق ألمنيوم، وبعدين اخلي ورق الزبدة حتى لا يلزق السمك. وبالنسبة للبهارات اللي راح اتبل بيها السمك كلها قصتها بهاي الملعقة مات الكوب. خذت هنا كاري وكركم، ملح، فلفل اسود، ثوم باودر، وهذا كزبرة مطحونة. طبعا ما ننسى احنا مملحين السمك من الليل، فنقلل لازم كمية الملح ويا الخلطة. هاي هنا عندي نصف عصير ليمونة، راح اخلي هاي البهارات كلها ويا عصير الليمون وامزجها. راح اضيف ما يعادل ملعقتين اكل من زيت الزيتون واخلط هاي المواد كلها خلط جيد هاي التتبيلة. هسه راح ابدي اوزع هاي التتبيلة على السمك واتركه لمدة نص ساعة بالثلاجة، وبعدين اخليه بالفرن. هسه عندنا مكونات التمن. هنا أنا عندي كوبه من الرز البسمتي غاسلته ومنقعته، يعني صار لي 30 دقيقة. راح احتاج لكاري بصبغة لوزينة وملح، وهنا أنا راح احتاج لشعرية. وبالنسبة لمكونات الحشوة، هنا أنا عندي بوتيتا انا طبعا مقطعتها مكعبات ومقريتها يعني مسبقا. هذا بصل ثارمتا ناعم، معدنوس مثروم ناعم، وهذا عندي زبيب منقعته بمي حار تقريبا صار لي 5 دقائق. البهارات اللي راح استخدمها للحشوة ملعقة كوب نومي بصرة مطحون، كاري وكركم وملح وفلفل اسود. هسه ان شاء الله خلينا ننتقل على الطباخ نجهز الحشوة. هاي انا عندي زيت يعني طبعا اللي قليت بيه البوتيتا حمى. هسه راح اضيف البصل وابدي اقلب بالبصل الى ان يصير لونه ذهبي. هاي رشة ملح على البصل. عندنا بين ما البصل يبدي يتقلى هنا انا ضفت زيت نباتي وكسرت الشعرية، راح ابدي اقليها الى ان يصير لونها ذهبي. هاي بعد ما صار لونها ذهبي ضفت ملعقة كوب من الكاري وبطرف الملعقة من صبغة اللوزينة او اللون الغذائي الاصفر. شوي راح اقلي هاي البهارات ويا الشعرية. هسه راح ابدي اضيف المي. انا خالة كوبين رز، يعني راح اضيف 3 كواب مي، والشعرية كوب فاضيف لها نص كوب مي، يعني 3 كواب ونص من المي. ملح حسب الذوق، وراح انتظر عليه يغلي الى ان نكمل باقي الخطوات ويا تحضير الحشوة. هاي هنا انا عندي البصل ذبل وتحول لونه صار ذهبي. هسه راح ابدي اضيف المعدنوس. هاي انا عندي الزبيب صفيته من المي، وراح ابدي اقلي ويا البصل والمعدنوس. هسه عندي راح اضيف البهارات وابدي اقلب البهارات ويا هاي المواد حتى كل هاي المواد تاخذ من طعم البهارات. هاي بعد ما بقيت مستمره بالتقليب مده دقيقه، هسه راح ابدي اضيف البوتيتا واقلبها ويا هاي الخضروات حتى تاخذ من طعم البهارات اللي خليناها، هم تاخذ لها فد دقيقه. وبهاي الحاله تكون عندنا الحشوه جهزت بهاي المرحلة. هسه هنا أنا عندي ماي التمن بدا يفور، راح أصفي التمن حتى أضيفه. دائما أحرك التمن ويا الشعرية لأن الشعرية تنزل بأسفل الجدر. هسه راح أنتظر عليها إلى أن ينشف الماي. هاي السمش بعد ما تركته نصف ساعة بالثلاجة، هسه راح اخليه بالرف الاسفل من الفرن
من يستوي من جوا اصعده فوق واعلق عليه الشوايه حتى يبدي يتحمر من فوق. هنا انا عندي التمن بعد ما نشف ميه راح اخليه على التهدير مده 5 دقائق ونشوف الخطوه اللي بعدها. هاي هسه هنا انا عندي بعد مرور 5 دقائق التمن على التهدير، هسه راح ابدي اضيف الحشوه فوقه واقلبه شويه وبعدين ارجع اتركه 10 دقائق وبذلك يكون التمن عندنا جهز. هذه كانت وصفتنا لهذا اليوم، ان شاء الله تجربون هاي الوصفه وتنال اعجابكم وتاكلوها بالف عافيه. واذا عجبكم الفيديو فلا تنسونا من الاشتراك بالقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.